بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم طلاب، إن شاء الله بخير. اليوم إن شاء الله راح نبدي بشرح محاضرة الهارت فيلر. المحاضرة اللي هي تعتبر تقريبا من أكبر المحاضرات أعتقد الموجودة، موديول كارديوفاسكولار سيستم. هارت فيلر بالعربي هو معناه الفشل القلبي. قبل لا نبدي بالمحاضرة أريد أخذ بس في استرجاع بسيط الأساسيات اللي أخذناها بالمحاضرة اللي تخص الأناتومي تشريح القلب. راح أشبه تقريبا القلب، هجيب أربع أغراف تقريبا بهالطريقة، هاي جهة الرايت وهاي جهة الليفت. بس أريد تتذكرون أن الفتحة الموجودة ما بين اليمين اللي هو رايت البطين والأذين اليمين، شنو نسميها؟ التراكوسبيد فالف، أوكي؟ والموجودة ما بين جهة الليفت، ما بين الليفت أتريام وليفت فينتريكل، نسميها ميترال فالف، تمام؟ هاي هسه أول شيء أتذكره. أكو فد هنا شريانية، العفو وريدين، يعني وريدين عندنا المهم جايجن ويصبن من فوق من جوا، سوبرير وإنفيرير فينا كافا، جاي صبن وين؟ بالرايت أتريام، زين؟ فهنا السيرفيس إن أكو هنا فتحة جاي دم داخل الرايت أتريام، تمام؟ كذلك أريد أعرف إحنا بالرايت أكو فتحة همين ثانية تودي للرئات نسميها بولمونري فالف، وبالجهة الليفت أكو هم فتحة تودي إلى باقي الجسم اللي هي مال أورتا الأبهر يسموها أورتيك فالف، تمام؟ هاي مجرد استذكار حتى من راح نحكي عنها تعرفوها، وأنا أعتقد كلكم تعرفوها وهاي واصلة عندكم، زين. كتعريف نبدي بكتعريف ان المحاضرة الهارت فيلر هي عبارة عن كلينيكال سيندروم. طبعا ملاحظة اخليكم، السيندروم معناها عندك انت حالة مرضية، يعني مريض جايك. بس من السيندروم يعني شو معناها؟ معناها هاي الحالة المرضية اللي هو اجاك اياها بها المريض، مثلا نقول تعبان، فهاي التعبان مو من سبب واحد، اكثر من مرض صار موجود حاليا بهذا المريض وأدى إلى أن يصير عنده هاي حالة التعب، فهذا معنى كلمة سيندروم، تمام؟ أكثر من حالة مرضية. زين، الهارت فيلر قلنا سيندروم يعني معناه شنو؟ أكثر من شيء راح يشترك إنه يؤدي لك إلى شنو؟ هارت فيلر. فهو مو حالة مرضية وحدة، لا، هو يعني كنتاج عدة أشياء أدت إلى حصول الهارت فيلر راح نعرفه. المهم that arises when the heart cannot maintain adequate output. شنو معنى مصطلح adequate output؟ هذا قدامنا، كلهن الكلمات الغريبة جاي نخليها، راح أخليها بالطريقة. الأليكيت أوتبوت هي شنو معنى؟ مصطلح يشير إنه إيش قد amount of blood that the heart pumps to meet the body's requirements. يعني عندك التأسس هذا القلب مثلاً، إيش قد دم جاي، يعني إيش قد دم جاي يطلع من عنده، هذا يسموه الأوتبوت. بس مصطلح أليكيت يعني هذا الدم الجاي يطلع لك حالياً من القلب كون يكفي حاجة الجسم، فنسميها adequate output. فشوف قلت لك meet body's requirements، body's requirement، زين. Or if it can it does so the expense of elevated ventricular filling pressure. فالمهم هو حالة مرضية تجي من ان القلب ما جاي يقدر ينطي adequate output، يعني الحاجة اللي يحتاج الجسم من الدم ما جاي توصل له بسبب هاي الحالة المرضية heart failure. او سبب ثاني if it can، يعني اذا تقدر هي توصل، يعني القلب جاي يقدر يعطيك adequate output. اكو مشكله ثانيه من هي elevated ventricular filling pressure. شنو معنى هاي المفردة؟ معناها البريشر، بريشر يعني ضغط موجود وين؟ بالهارت فينتريكل اللي هو بالبطين، من when they are filled with blood right before contraction. انت هسه مو عندك مثلا هسه هذا مثلا هسه الفينتريكل، فجاي يدخل بيه دم، فيدخل يدخل بيه دم، هسه الفنتركل شنو يريد؟ يطلع الدم. فهذا الضغط قبل لا يبدي يضغط روحه ويطلع الدم نسميها فيلينج بريشر، فنتركلر فيلينج بريشر، تمام؟ بي مشكله تصير فيؤدي لك الى هارت فيلر، زين. بالنسبه طبعا او تعريف الابسط سمبل تيرمز، هارت فيلر از ا كونديشن وين ذا هارت كان نوت بامب انف بلود تو ميت ذا بوديز نيدز. يعني ماكو الدم ما جاي يعطيك دم، القلب لا يدفع لك دم بنسبة كافية بحيث يحتاجه الجسم. شنو السيمبتومز؟ شنو وكذلك السيفيريتي اوف هارت فيلر، شنو يعني السيمبتومز هذا الشخص اللي عنده هارت فيلر، شنو السيمبتومز تشوفها عنده؟ المهم المانيفستيشن اوف سيمبتومز ان ذا هارت فيلر كان ديبند اون ذا
on its severity، يعني السيمتومز اكو سيمتومز تشوفها مثلا بالحاله البسيطه، شوي الحاله اصعب سيمتومز ثاني تشوف اكثر بالاضافه للسيمتوم الاولى، وحاله ثالثه تلقى سيمتوم الى اخره. فبالنسبه الحالات قلنا سيفيريتي، سيفيريتي مال هارت فيلر مايلد تو موديريت، يعني شلون نقول متوسط الى موديريت، يعني شلون نقول سهل الى متوسط، هو بعض شيء تقريبا كل من يقسمها بصوره، اكو ايزي مثلا مايلد موديريت وهذا مثلا السيفير. فهنا عندك مايلد تو موديريت شنو هذا يكون؟ يكون symptoms appear only when the metabolic demands increasing during activities like exercise or under stress. يعني من انت هنا الاعراض تظهر عليك بس من مثلا قوم تمشي تسوي رياضة، تصير مثلا عندك ستريس معين، تتوتر من شيء، شوي تركض، هنا تظهر عليك. ليش سببها هاي؟ زيادة الميتابوليك ديمانز، معناها جسمك يحتاج بعد الدم أكثر من القلب الهسه جاي ينطيك إياه، فالقلب ما يتحمل، فلين يعني بهارت فيلر، فهاي الأعراض نسميها بالمايلد إلى مودريت. بس سيفير هارت فيلر حتى لو أنت قاعد كل شيء ما جاي تسوي تظهر عليك هاي السيمتومز الأعراض مال هارت فيلر. ليش؟ لأن يعني القلب واصل مرحلة متقدمة من الفشل بأنه ما جاي يقدر ينطي الجسم الدم الكافي للميتابوليك ديمانز، الحاجة اللي يحتاجها الجسم. فهذا يكون سيفير حتى بالريست. أما المايلد لا، مو شرط بالريست، شوية من يسوي فد إجهاد على جسمه. زين، شلون انا اسوي دايجنوز اوف هارت فيلر، يعني تشخيص بالكلينيكال براكتس؟ يعني انت من جاي هسه كانك مثلا طبيب، هارت فيلر may be diagnosed when a patient with significant heart disease develops signs or symptoms. يعني عندك مريض عنده فد مشاكل معينه موجوده وين؟ بقلبه. زين، يعني عندك مريض وعنده يعني مو هارت فيلر وانما عنده اي مرض ثاني مثلا جلطه الى اخره، فد مشاكل عنده بالقلب. هاي المشاكل بالقلب شبيهة ممكن تساعدك، ويمكن انك تساعدك بالتشخيص لمعرفة الهارت فيلر. زين، مثلا low cardiac output، احنا عرفنا الكارديك اوتبوت يعني الدم اللي يطلع يكون ادوكيت بحيث يكفي او يسد حاجة الجسم، بس انت اذا لو، فهاي احد مثلا الساينز والسيمتومز مال مال يعني شو نقول الهارت فيلر. شنو بعد غيرها؟ طبعا هاي واضح لك انا المفردات شو معناها. بولموناري كونجستن، بولموناري كونجستن هاي اوبا، شنو معنى كلمه كونجستن واضافه بولموناري؟ معناها اكو فلويد بولز اب ان ذا لانجز، انت مو عندك رئات مثلا، هاي رئات، ف ولا شو الرئات ما ادري، مثلا هاي عندك رئات والقلب هنا طبعا موجود، فهاي الرئات شبيهه يعني اكو فد سائل راح يتكون داخلها، يعني تنترس ماي بين قوسين. هاي الجاي ليش صار بترسد ماي؟ بسبب ان القلب ما جاي يدفع الدم، فراح ينحبس داخل القلب، فشوي يبدي يظل يطلع منه ومنه، فيسوي كونجستن يدخل الى الرئات. وقلنا لو كارديك اوتبوت معناه الدم اللي جاي يندفع ما يكفي حاجه الجسم. وبعد شنو؟ سيستميك فينوس كونجستن، شنو معنى هاي المفرده؟ هم كونجستن وعندك سيستميك، معناه اكو هم نفس الشيء، فلويد بولد اب او اكيوميليشن نفس المفرده ان ذا بودي، يعني شو نقول يورم بين قوسين. اسهل شيء اقول لك يورم ان ذا لور، ويقول لك يوجوالي عاده في اللور اكستريميز. يعني شنو؟ يعني انت هسه عندك انسان مثل هذا ايديه وهذا رجليه، فاللور اكستريميز يعني برجليه تقريبا يصير اكو توريم، اكو سوائل تشوف بجسمه، سببها كذلك فور هارت فانكشن، يعني القلب ما جاي يشتغل عدل. تمام، هاي اشياء شيء تشوفها، وبعد راح نحكي احنا بتفاصيل اكثر. زين، الباثوجينيسيس اوف هارت فيلر، الباثوجينيسيس اخذناها ميكانيزم، يعني شلون من واحد من طقطق للسلام عليكم شلون صارت هاي الهارت فيلر. خلينا نقرا شنو جاي سؤال فيه. يقول الهارت فيلر occurs when the heart's output fails to meet the demands of the circulation. يمتصر عندك الهارت فيلر، يعني تصير عندك من القلب ما يعني يفشل بانه يدفع دم كافي لحاجه الجسم. تمام، تمام. cardiac output is output شبيه determined by، يعني منو الكارديك اوتبوت اللي هو الدم اللي جاي يطلع من القلب يدفع القلب وحتى يعطيك دم لكيف في حاجه الجسم، منو المتحكمات به؟ مفردتين مهمات او ثلاثه، البري لود والافتر لود والمايوكارديال كونتراكتيليتي. انا اعتقد هاي قريتوها بفصل الجن، بس هنا انا هاي قدامكم مره ثانيه وراح نحكي اكثر منها. ذن الاساسيات بحيث يشتغلن سوا، بحيث يشتغلن يؤدن الى تكوين الكارديك اوتبوت تحت مصطلح قانون ستارلينك. تمام، البريلود شنو؟ البريلود، ركز، البريلود يشير الى الفوليوم، يعني كميه دم، اند بريشر اوف بلود ان ذا فينتريكلز ات ذا اند اوف ديستول. انت هسه مو عندك
عندك مثلا هسه هذا القلب تقريبا وجاي يجي لك دم هنا، فهذا الفنتريكل جاي ينترس 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 ينترس، هاي كلها بالترس هذا يسموه ديستول اللي هو حالة الترس أو ريلاكسيشن. فهنا كلش لحد ما وصلت آخر مرحلة من الديستول بعد يريد ينضغط قبل لا ينضغط، فهاي كمية الدم الموجودة هنا والبرشر مالتها يسموه بريلود. الأفترلود هي الريسيستنس the heart must overcome to fully ejaculate blood. زين هسه احنا قلنا ظل ينترس 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 الدم هواية وانترس، تمام فهمنا ينترس ينترس هاي يسموها الديستول لحد ما كلش، هسه يريد بعد يبدي يدفع الدم، هسه قبل لا يبدي يدفع الدم قلنا هاي نسميها البريلود. زين من يبدي بعد يريد يضغط بعد هنا العضلة القلب يريد يضغط ويريد يقاوم الضغط الموجود بداخله اللي هو هذا ضغط البريلود، فحتى يقدر لازم عنده فد بريشر اقوى من هذا بحيث يقدر يجعص هيك بهاي المفردة يجعص العضلات ويجعص الدم ويطلع إلى الخارج، هذا نسميه الافتر لود. تمام تمام، فهاي امتى طبعا بالسيستولي اللي هو الكونتراكشن. اما المايوكارديا كونتراكتيليتي، مايوكارديا مايو يعني عضلة، كارديا يعني عضلة قلبية، كونتراكتيليتي يعني ايبلتي يعني شو نقول مميزة، فشي يميزة مميزة العضلة القلبية الكونتراكتيليتي، فشو كتعرفه هي هارت ماسلز ايبلتي يعني قدرة العضلة القلبية على الكونتراكشن التقلص، ومن يصير تقلص شو راح يسوي؟ راح يسوي لك بامب للبلود. تمام طبعا المحاضرة هي طب زهرة نفسها بس اكو توضيحات للمفردات حتى نفتهمها. زين هذه الصورة خليت لك وياها هنا هواية يعني شرح يعني شنو كل المفردة شنو معناها، بس هنا انت اذا تقراها اقراها انا مجرد يعني هاي ضفت لك اياها. خلنا نجيها عندك هسه انت سمباثيك نيرفس سيستم والابينفرين من يتفعلن هذا النظام هو فايت اور فلاي، هذا يخلي الجسم كله يعني شلون نقول مستعد للقتال او الهرب، فمن يتفعل راح يفعل لك يزيد شغلتين، يزيد لك الهارت ريت عدد دقات القلب بالدقيقة الواحدة، وإذا زادت دقات القلب أكيد راح شيء يسوي يعني الدم جاي يندفع هواي فراح يزداد الكارديك أوتبوت، ورا كذلك راح يفعل لك الإكسترينسيك كنترول. شنو الإكسترينسيك كنترول؟ هو refers to the regulation of the heart's activity by extrinsic factors اللي هن sympathetic activity والparasympathetic activity. فحتى sympathetic من يشتغل راح يفعل جماعة sympathetic حتى يساعدونه بزيادة increase heart rate، وبنفس الوقت شي يسوي للباراسمباثيك هذا يعاكسه عدوه يقلل، فهو شي يسوي له يسوي له decrease حتى ما يعانده، يقلل الديكريس واما صاحبه يزيده، شوف يسوي decrease للهارت ريت وكذلك فشن نقلله، فالسمباثيك راح يزيد الاكسترنسيك يزيد السمباثيك راح تزداد الستروك فوليوم، وتزداد الستروك فوليوم شو راح يسوي؟ راح يزداد كارديك الاوتبوت. تمام زين الهارت ريت هسه فهمنا يزيد من السمباثيك، منو يقلله؟ تو حكيناها زياده الباراسمباثيك تقلل الهارت ريت، واذا قلت الهارت ريت تقل الكارديك اوتبوت. زين اذا نجي هسه على الفينس ريتيرن، الفينس ريتيرن شنو تشير لك المفرده هاي؟ انت هسه عندك هذا مثلا هذا القلب، وهنا عندك السوبرير فينا كافا، وهنا عندك مثلا انفيرير فينا جاي شنو يرجع الدم، هذا رجوع الدم نسميه فينس ريتيرن. يقول لك اذا زاد يعني الدم جاي يرجع هوايه من فوق ومن جوا راح يؤدي الى زياده الاند دايستوليك فوليوم. شنو الاند دايستوليك فوليوم؟ اعتقد موجود هنا هذا الاندايستوليك فوليوم هي شنو؟ الفوليوم of the blood in the ventricles at the end of diastole. يعني هسه نفسها بالضبط تونا حكيناها البريلود، هي تشبه بالبريلود. هسه هذا مو انا عندي القلب وجاي اترس هاي هسه الفنتركل جاي اترس بي اجي اترس، فوصلت كلش اخر مرحله من الترس قبل لا تبدي الكونتراكشن قلنا شنو نسميها البريلود، فهذا الدم الموجود هنا شنو نسميه البريلود او الاسم مالتك هذا الاندايستوليك فوليوم. تمام فهذا الاندستوليك فوليوم اكيد كل ما الدم الموجود هنا اكثر، كل ما الدم الموجود عندك هذا شوفه اكثر اكيد يعني كنتيجه نهائيه الدم راح يطلع اكثر، يعني انت هذا عندك اكثر هو نفسه راح يطلع فراح اكثر، بس هو احنا ما نقول راسه يزيد الكارديك اوتبوت، اكو مفرده ثانيه يسموها الستروك فوليوم. الستروك فوليوم هو ايش قد الدم يطلع بكل دقه، مو بالدقيقه كل دقه، هو القلب بالدقيقه مثلا 60 دقه، بكل دقه يدفع دم، فهاي دفعة الدم نسميها ستروك فوليوم. فانت من يزيد عندك الاندستوريك اللي هو الدم بالبريلود ايش راح يزيد عندك ستروك فوليوم، من يزيد عندك ستروك فوليوم اكيد ايش راح يزداد عندك الهارت الكارديك اوتبوت. زين هنا هم تنتبه على شغله السمباثيتك هميا من يشتغل يزيد لك الفينوس ريتيرن وكذلك تستمر مع مساعده الانترستنج كنترول. الانترستنج كنترول شنو هذا؟ هو نفس الاندستوريك فوليوم
أعتقد وصلت الفكرة. زين بالنسبة هنا نسولف على هذا. لو نرجع على الكلام المكتوب، هذا شنو؟ عبارة عن مخطط تقريبا يدمج ما بين محور X، هذا X، خلينا نكتب هذا محور منو بغير لون حتى شوي توصل الفكرة، هذا محور X وهذا محور Y. هاي النقطة مثلا هي 0 0، فهنا أقل شيء معناها الكمية، وهنا شنو؟ أكبر شيء. نفس الشيء هنا هم أقل، هنا شنو راح تكون؟ أكبر. فأنت كل ما تتجه هنا شنو راح تزداد عندك؟ محور واي شنو اسمه؟ كاردياك أوتبوت. وفهمنا شنو كاردياك أوتبوت، يعني الدم الجيطلة، أو اسمه الثاني فينتريكولار بيرفورمانس. هو الفينتريكل هو منو المسؤول عن تكوين الأوتبوت؟ الفينتريكل كل ما يتقلص يطلع لك دم، الدم هذا نسميه كاردياك أوتبوت. فهمنا المهم محور واي هذا كاردياك أوتبوت، محور إكس يمثل البريلود، وفهمنا اللي هو شقد الدم قبل لا ينضغط. جيب زين، فانت هنا كل ما تتجه بالبريلود اكثر ايش قد يعني كل ما الدم الجاي ينترس اكثر، وهنا يزداد، يعني كل ما تتجه بمحور اكس نحو اليمين يزداد. وهنا الفينتريكل كونتراكتور، الفينتريكل بيرفورمانس او الكارديك اوتبوت. بعد شو يقول؟ يقول طبقا لقانون ستارلينج، ذا بيرفورمانس اوف فينتريكل يعني كارديك اوتبوت هذا از ريليتد تو ذا ديجري اوف مايوكارديال ستريتشنج. يعني يقول لك الاداء مال هذا الفينتريكل، الفينتريكل هذا اللي عندك هسه احنا مقسمناه هذا مثلا او هذا، الاداء مالته اللي يشتغل به هو متعلق بالمايوكارديال ستريتشنج. يعني ايش قد يصير ستريتش، يعني شلون تتوسع على مود يدخل داخلها دم وتستلم دم. واحنا فهمنا من تستلم دم هذا مالت من هذا البريلود. فالمهم شوف يعني ان انكريز ان بريلود انكريز يعني انت تتجه بهذا الاتجاه كان انهانس هارت فانكشن، يعني يزيد لك الهارت فانكشن يعني وظائف القلب. however if overstretched it can cause deterioration يعني هسه احنا فهمنا نفسر هاي الجمله. انا عندي هل القلب وهذا القلب جاي يترس دم، فكل ما يترس دم شو يصير عندك؟ ستريتش. اوكي اكو حد معين انه بالقلب يرجع يضغط ويطلع الدم الى الخارج بالكاردياك اوتبوت. بس اذا صارت عندك يعني وايد دم جاي يرجع، يعني عندك مشكله دم جاي يرجع كل شوي، راح يصير عندك ستريتش هواي. هذا ستريتش هواي بالضبط ايش اشبه بالسبرينج؟ جيب سبرينج وظل مطه قليل ويرجع، بس اذا تمطه كل شوي ما يرجع مثل ما هو قبل، تمام؟ فيسبب ديتوريشن يعني تدهور. فشوف بالحاله الهارت فيلر شوف شو جاي يحكي هسه، ذا ستارلينج كيرف ويتش ريليتس اللي هو يربط يعني الكاردياك اوتبوت تو مايوكارديال ستريتش، هو نفس البريلود ترى، خلني اكتبها صار له ساعة هو يحكي نفس القصة، مايوكارديا ستريتش. زين اللي يربط هذين الاثنين moves to the right and become flutter. ايش راح يصير؟ انت جاي يزداد عندك الستريتش، وقلنا الستريتش اللي هو نفس البريلود، فانت جاي تزداد بهذا الاتجاه. فانت هذا محورك مثلا، هسه خلنا ناخذ مثلا هذا النورمال اللي سويته هسه انا، ولو هو المفروض اغير لون، شوف ما اقدر اغير لون دقيقة. إيه خل مثلا خليه بالأسود، مش ما جاي أريد لون فد هسه غير نلقى لون هذا. هسه هذا مثلا النورمال. أوكي إذا أنت عندك حالة هارت فيلر، فإن السترات جاي يزداد عندك، البريلود جاي يزداد عندك، فتخيل بهالفكرة أنك جاي يزداد يعني هنا عندك مثلا إذا هذا ثابت فأنت هذا جاي يتحرك أكثر، فجاي يصير عندك كل ما تصعد بس انت هذا جاي يزداد عندك، فانت جاي تزداد هنا جاي تزداد، فتلاحظ المحور مالتك شنو جاي يقل مع مرور البريلود، لان انت البريلود مالتك اكثر. فمثلا اذا هذا 5 وهذا مثلا هذا 5 وهذا 5 هنا راح يتد مثلا هذا شي يصير 10 مثلا هذا 7 فهنا يعني جاي تلاحظ انه شنو يتجه نحو الرايت ويصير فلاتن. فلاتن شلون نقول؟ مثل المسطح، تمام؟ فهاي بالنسبة للفكرة الأولى، خلي نشيل زين. نرجع إلى كلامه، ف this suggests a reduced response to increase preload. معناها شنو؟ إذا زاد يعني جاي يزداد عندك البريلود بس ما جاي يصير عندك response، ما جاي يصير response بالكارد فيلر، يعني المفروض هذا كل ما هذا يزيد هذا يزداد وياه حتى يتلاحق له يبقى ضمن المستوى الطبيعي، بس هو ما جاي يتلاحق له، فشنو جاي يصير؟ يتجه نحو اليمين. المهم an increase in myocardial contractility، اذا زادت دقات القلب يعني هذا هسه هالمره هذا جاي يزداد،
ايش راح يصير؟ او بمعنى اخر زادت الكونتراكتيليتي او ايش يصير؟ الافتر لود، اللي هو الافتر لود فهمنا احنا الافتر لود هو الكونتراكتيليتي جاي تقل جيد، او الافتر لود المصطلح الافتر لود خلينا نرجع له هذا قدامك. شوف ريزيستنس المقاومه، ذا ريزيستنس ذا هارت ماست اوفركم، اللي هو القلب لازم يقاومه حتى ايجكت بلود اوكي خلال السيستول. او عندك الكونتراكشن جاي يصير كونتراكشن بالقلب وايد يعني يدق اسرع من الطبيعي، والافتر لود مالتك اللي هو على مود يقاومها هم قليله يعني دنا متراهمات هي وحده، اذا هاي تؤدي لهاي وهاي تؤدي لهاي، فايش راح يصير عندك؟ راح المحور راح يبدي يصعد، هذا اللي انجيز ذات، فراح يبدي يصعد الى الليفت اوكي. فشوف increase in mica or reduction in after will shift the curve upward upward الى الاعلى and to the left اوكي. ف indicating improved heart performance، وهذا هو الصحيح يعني اذا صعد لي فوق هذا indicate شنو يقول لك؟ improve heart performance يعني جاي يزداد performance مال heart جاي تزداد جيد. اما من هنا معناه شنو عندك مشكلة صايرة تمام. فاعتقد فهمنا هذا كتعريف الستارلينج لو اذا تطلع عليه تطلع عليه زين. نجي الى مصطلح يسموه ventricular dysfunction. شنو معنى ventricular dysfunction؟ اللي هو يقول the most common cause of the heart failure. dysfunction this يعني شو نقول عجز او شيء ما جاي يشتغل بصورة صحيح، العفو يعني ما جاي يشتغل بصورة صحيحة. function هي وظيفة، فهنا معناها شنو؟ ما جاي يشتغل ما يؤدي وظيفته بصورة صحيحة. من هو؟ الفينتركل. فالمهم the most common cause of the heart failure هسه يعني راح نسولف عن اشياء يعني عدة اشياء كل ساعة راح نحكي بسلايد شلون تؤدي الى حصول الهارت فيلر. لهذا انا قلت لك الهارت فيلر هو مو حاله مرضيه، هو سيندروم كلينيكال سيندروم. فالمهم شنو الاشياء اللي هي تسوي لك من الفينتريكل؟ امبيرد سيستوليك كونتراكشن. شنو المصطلح الثاني يسموه؟ هارت فيلر وذ ريدوسد ايجكشن فراكشن، او مختصر اتش اف هارت فيلر ار ريدوسد ايجكشن فراكشن. يعني شنو معناها؟ سيستول معناها التقلص والكونتراكشن والتقلص، فهنا ما جاي يصير عندك تقلص صورة صحيحة، فنسميه هارت فيلر جاي من شنو؟ reduced ejection fraction ما جاي يتقلص. فالمهم this condition arises due to the disease of the heart muscle. أكو مرض يعني صاير بالعضلة القلب اللي هي myocardium، فتأثر على القدرة الكونتراكتيليتية اللي هو الكونتراكشن مع القلب. فهنا هاي من يظل ما يصير كونتراكشن القلب يعني عندك مشكلة يعني بين قوسين الكونتراكشن ما جاي يشتغل، فجاي يقل الكونتراكشن، فها جاي نتجه من وين؟ الى اليمين والاسفل، فيدي لك الى الهارت فيلر. او حاله ثانيه بالديسفنكشن ديستوليك، هذا شنو؟ هارت فيلر او اسمه ثاني بريزيرفت ايجكشن اتش اف بي اي اف. هاي هنا يصير عندك ابنورمال فينتريكولار ريلاكسيشن، هو مو يسوي ريلاكسيشن حتى يترس وكونتراكشن، هنا هذا ياخذ راحته كلش، يظل يسوي ريلاكسيشن كلش هواي، فستريتش مالته يزداد، واذا ازداد الستريتش راح نتجه همياً بيات تجاه الهارت فيلر، فراح يصير عندك هاي الحالتين هارت فيلر نتيجة الفينتريكولار ديسفنكشن. أو يقول لك مرات اثنيناتين يصيرن كان كو اكزيست، خصوصاً بالأشخاص اللي هم عندهم كوروناري أرتري ديزيز. إحنا الكوروناري نعرفه أرتري مين، اللي هو الشرايين اللي تحيط بالقلب تعطيها تغذية، فصير بهم حالات مرضية، فمن صير بهم حالات مرضية هم يسوي لك اثنيناتهم ذن، هو انطاك مثال اللي هو impaired systolic contraction وdystolic dysfunction اوكي تمام. زين شنو تأثيرها على الكاردياك اوتبوت؟ طبعا احنا اعتقد الفكرة واضحة، بس هنحكي ventricle dysfunction reduce the heart output، راح تقلل يعني انت ما جاي يدفع دم، فراح يصير عندك تقليل الهارت اوتبوت، وبالتالي راح يصير عندك شنو؟ فهنا يريد يكمل، وطبعا هنا يقل عندك يصير عندك هارت فيلر، بس يريد هسوي يشرح لك شلون جاي يصير. فيقول لك من تقلل الهارت اوتبوت ايش راح يصير؟ راح يتفعل عندك النظام السمباثيتك، وكذلك نظام اخر يسموه رينين انجيوتنسين الدستيرون سيستم RAAS اللي هو راس سيستم يختصرونه يعني لفظ راس. فالمهم راح تاني نفتهم شنو هذا النظام، موجود بالسلايدات حاكي لا تخاف. فالمهم يقول لك من قلت هاي الاوتبوت راح شنو يقل عندك؟ السمباثيتك، العفو يقل عندك البلود، وبالتالي يزداد يصير اكتيفيشن للسمباثيتك واكتيفيشن للرنين. فالمهم ذن نظامين شنو يقول لك؟ ذن يساعدن عضله القلب بحيث يحاولن يرجعن الاوتبوت ترجع شويه طبيعيه بدل ما هي هسه صايره لو، بس عندها نيجاتيف كونسيكونسز، اكو عواقب يعني هو يتفعل صح ويساعدك بس اكو عواقب. شنو ذن
this may increase both afterload and preload. يعني الافترلود والبريلود اثنيناتهم راح يزدادن، فبالتالي يؤدي لك الى viscous circle، يعني شلون نقول الدم يتحرك بصوره بطيئه الى اخره، يعني ممكن يصير عندك خثر والى اخره. فالافترلود مره ثانيه نفس الحكي توني حكيناه، يعني اذا تريد تفهمها مره ثانيه هي البريشر الافترلود ركز وليس البريلود. احنا مساحه حكينا اول شيء البري، هاي شوف البريلود هو initial stretching، يعني الستريتش بالبداية كلش بالمايوسايتس قبل الكونتراكشن اللي هو آخر شيء الدم المينترس قبل لا تبدي عملية الكونتراكشن. والأفترلود هي البريشر اللي هو أو الريسيستنس الجسم أو القلب يحتاج حتى يدفع الدم. تمام، التفعيل هسه توني حكينا عليهم هذول النظامين راح نحكي عنهم. فهسه افتهمنا احنا قل الدم، أنا عندي الدم قل، الدم من قل اللي هو cardiac output، شو راح يصير عندك activation لل sympathetic system و sympathetic nervous system و يعني مثلا ال RAAS system. تمام، هسه مثلا ذن تفعلن عندي أنا، شو راح يصير؟ قلنا يتفعلن فيحاولن يرجعن الدم والcardiac output الطبيعي، بس إذا استمرت هاي عملية النقصان مع cardiac output يعني واي راح يصير شنو؟ أكثر activation، أكثر activation. فالمهم هاي المشكلة إذا استمرت راح تسوي لك increase peripheral vascular resistance، يعني الأوعية الجانبية الموجودة بالإيدين برجلين إلى آخره peripheral، راح يصير بيها شنو؟ زيادة بالresistance. يعني شلون نقول والresistance تتناسب شنو نقول، يعني زادت الresistance يعني معناه شنو؟ الضغط جاي يزداد عندك، يعني جاي يصير عندهم vasoconstriction. تمام، فالدم الجاي يوصل للextremities قليل. تمام، هاي خليها ببالك، يعني الدم الجاي يوصل الى الكليه يكون قليل، الدم الجاي يوصل للايدين قليل، رجلين قليل. فخل اغششك هسه بالاستعدادات القادمه، فاذا الدم الجاي يوصل قليل معناها شنو؟ معناها راح تصير بروده بالاطراف، الدم الجاي يوصل للرئات شنو العفو للكليه تكون قليل، فهذا يضرها، يضر الكليه، يسموه impaired perfusion to the renal، يعني الدم الجاي يوصل للكليه قليل، فهذا سبب مشاكل. فالمهم ف راح يسوي لك قلنا peripheral vasoconstriction، وكذلك يزيد عملية الصوديوم والwater retention. الكلية من ما يوصل لها دم قليل هي عبالها شنو؟ الدورة الدموية بدأت تقل، يعني بدأت الدورة الدموية شنو؟ الدم اللي بداخلها قليل، الفوليوم قليل، فهي شو تسوي؟ هي مثلا من وظيفة تعادل ان الصوديوم والماي اضطر دم مع البول الى خارج، بس شو تسوي هالمره؟ شافت الدم جاي يوصلها قليل، فهي شنو عبالها اكو مشكله الجسم ما بي يعني جاي ينزف او الى اخره، فشو تسوي ريتنشن، يعني الدم ما تذبه بالبول، لا ترجع تسحبه وتودي الماي والصوديوم وترجع توديه الى الدوره الدمويه، ما اضطر الى الخارج. ف ويقول لك خصوصا هذا يتم تنظيمه عن طريق الانجيوتنسين 2 اللي هو شنو معناه هذا؟ ما اريد ادخل تفاصيل، يعني حاط لك سلايد كامل. مفرتين فاز كونستراكشن ناروينج، يعني يقل القطر مال بلود فازلز وبالتالي يزداد الضغط. تمام، يعني قلت لك انا يزداد الريسيستنس يعني يزداد الضغط، وصوديوم ووتر ريتينشن فمثلا قلت لك اوفر ريزلتنج ان سوولينج، فالجسم جاي يسحب الماي، ها قلت لك يسحب الماي ويسحب لك الصوديوم ويرجع الى الدوره الدمويه، فايش راح يصير؟ وايد دم يصعد بالدوره الدمويه، فراح يؤدي الى شو نقول؟ يورم الانسان، يبدي يورم، شوف المريض مورم. نجي الى الموضوع يسموه نيورو هرمونال اكتيفيشن اند بروجريشن اوف ذا هارت فيلر. شنو يعني نيورو؟ يعني الجهاز السمباثيك والنيرفس والنيرفس والاخ. الهيومرال يعني من الهرمونال، يعني الار ار العفو الار اي اي سيستم والانجيوتنسين والى اخره من السيستمات، وذن اثنينات راح يصير بهن تفعيل بسبب عندك شنو. ويقول لك المخ يعني العنوان يقول لك ذن من يصير عندهن اكتيفيشن شلون راح يسوون بروجريشن ويؤدن الى حصول الهارت فيلر. فالمهم احنا من ما فهمنا من ذن يتفعلن اللي هو سمباثيتك وار اي اي سيستم، بعد نضيف لك منه اكو شيء اسمه فازوبريسين سيستم، اندوثيليان سيستم، ذن كلهن راح يؤدن الى حصول تطور بان الانسان يتجه نحو طريق حصول الهارت فيلر. ليش يقول لك this activation needs to increase blood pressure، يزداد الضغط مع الانسان، يعني الضغط الدموي يزداد، ويزداد الكاردياك ورك، يعني لان انت سمباثيك شيء يسوي يخلي القلب يدق اسرع 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 اسرع، زين هسه القلب ايش قاعد يتحمل فتره زمنيه؟ خب ما يضل يدق يوميه سريع سريع سريع، ما يتحكم ما يلحق، فيتعب فيصير عنده هارت فيلر. تمام، ف increased intravascular volume اللي هو نفسه زياده بلود بريشر، اند ايفينشلي راح يصير عندك reduced cardiac output، بالتالي يتعب القلب وبالتالي راح يبدي القلب يظل قليل الدم اللي يطلعه، يسموه reduced cardiac output. وكذلك ممكن يسبب لك مايوكارديال مايوسايتس لوز ومايوكارديال فايبروسيس.
اللي ذن ايش راح يسوون بعد بالنهايه كلش كلني يؤدن الى هارت فيلر. شنو معنى ذا النهايه قدامك؟ النيورو هرمونال اكتيفيشن هي عباره عن يعني شلون نقول دمج ما بين النيرفس سيستم والهرمونال سيستم اللي ذن عندهم تاثير على الكارديو فاسكولار سيستم. مايوسايتس لوز هاي تون قلناها شنو معناها؟ ان معناها دث او فقدان للكارديك مسل. انت مثلا القلب مالتك فد 100 مثلا يعني تمثيل تقريب مجرد يعني توصيف فكره ان مثلا 100 خليه جاي تشتغل على مود تخلي القلب يدق ويستراح يدق ويستراح. زين انت صار عندك مثلا موت بين مثلا صار 70 اكيد شنو عمليه الكاردياكات وتروح تضعف تصير اقل فبالتالي ما يدق صح بصوره صحيحه معناها تالي ايش راح يصير الكارديك اوتبوت تقل وبالتالي ممكن يصير عندك هارت فيلر. شنو قلنا مفردات هاي المايوكارديال فايبروسيس هي معناها شنو؟ ثيكنينج اند سكيرينج العفو سكارينج يصير عندك سكار وتثخن بالعضله التشو او التشو مال هارت وبالتالي ممكن يسبب لك هارت فيلر. يعني شلون نقول فايبروسيس يعني فايبر يعني شلون نقول تخيل عندك هسه نفخه مفخه وفي شيء بحدت تنفخ وتنفش تمام. بس اذا مثلا نقول جبت عليها صمغ من برا ورستها صمغ وخليتها ينشف وهسه تريد تنفخ ايش راح يصير؟ قوه النفخ وقوه ترجع في الطبيعيه فيعني راح يصير بها مشكله. نفس الشيء هو اقرب شيء تشبيه فكره المايكاردر فايبروسيس. زين بالنسبه الى موضوع الاكتيفيشن هو نفسه جاي نحكي على سمباثيك نيرفس سيستم. يقول من يتفعل ذا كارديك سمباثيك نيرفس سيستم فيحاول يعني كبدايه هو يحاول انه يرجع الكارديكات بالطبيعيه يعني يزيد الكونتراكتيليتي يخلي القلب يدق اسرع ويزيد الهارت ريت بس بالفترات الزمنيه الطويله. يعني قلت لك ما يظل يدق طول عمره سريع وما يتعب لا يتعب. فالمهم هاي استمراريتها راح عليها تاثيرات سلبيه. شوف ممكن يسبب لك ابوبتوسيس سيل ديث وهاي اخذناها باول محاضره بالليكتشر الاول محاضره الميكانيزم اوف ديزيز انه يصير موت بالخليه وكذلك كارديك مايوسايتس عفوا اوف كارديك مايوسايتس يعني الخليه العضليه تموت تسميها ابوبتوسيس. كارديك هايبرتروفي اذا هو القلب هيك حجمه يصير هيك حجمه. زين ان فوكال مايكارديال نيكروسيس يعني انت مثلا هذا فوكال يعني هنا مثلا هاي تموت هاي تموت يسموه فوكال يعني تمام يعني مو لوكالايز. شوف death of heart muscle tissue the sympathetic nervous system also contribute to the vasoconstriction. ممكن يسبب لك شنو هذا sympathetic هسه نحكي عليه قلنا شنو vasoconstriction اللي هو تقلص يصير بالاوعيه الدمويه وبالتالي ممكن يؤدي لك كذا ان كلهن ممكن يؤدي لك الى حاله الارثميه اللي هي شنو يعني دقات القلب تصير مو طبيعي مثلا دقات القلب دب 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 بس اذا صار ارثميه مثلا يصير دب 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 ويقطع ويرجع ويعني يصير خربطه بدقات القلب لهذا يسموه irregular heartbeat. هسه انت مثلا اذا اعتقد كل معلومه جاي تحاول تفهمها انت بالمحاضره زين هسه مثلا اكو واحد يسال مثلا يقول هاي ليش يعني المعلومات شو ساعة يروح يمنى ساعة يرجع يسرى هي محاضرتكم طب الزهراء هيك يطفر يعني غير مشروحة بصورة صحيحة يعني فأنا جاي بنفسه وكل سلاين جاي نحاول يعني نوضحها وش يردون لي هم ما مهتمين بهالمحاضرة صراحة. زين سولفنا على شيء اسمه صوديوم and water retention قلنا هذا مين هذا يجي من يصير عندك هاي الحالات اللي سولفنا عليها وين هي؟ اعتقد حكينا هاي من صار عندنا اكتيفيشن سمباثيك نيرف سيستم والى اخره وصار عندك صوديوم ووتر ريتينشن يعني الكليه تظل تسحب شنو دم اكثر. فمن تسحب دم اكثر هاي الكليه راح تسوي لك تورم يورم الانسان. زين منو يخلي الكليه انها تسحب دم اكثر؟ هرمون الالدوستيرون اندوثيليان 1 بعد شنو عندك كذلك انتي دايرتك هرمون اللي هو فازوبريسين يسموه ADH انتي دايرتك هرمون هو انتي دايرتك اختصاره ADH اللي هو نوع من انواع الفازوبريسين. اوكي اذا يسوون يخلي الكليه تمتص يعني الدم الماء وترجع الى الدم مره ثانيه بحيث تلقى البول يكون قليل. ليش؟ لان انت الماء كله ساهبه حاليا الى مرجع الى جسمك. وكذلك مثلا عندك ناتريورتك بيبتايد هذا ينفرز من الاتريا من يوصل عندها دم يظل دم يندفع عليها كلش قوي يمين. فالمهم ذن كلين يؤدن الى حدوث الهارت فيلر. زين وصلنا الى مصطلح يسموه بولمونري اند بيريفرال ايديما. الايديما هي سويلنج اللي هي تورم مثل ما قلت لك او الوذمه وين باللانكس وبالبيريفرال بودي. هسه هاي يعني انت حاليا بالهارت فيلر شو يصير عندك هاي رئاتك يصير بيها شنو دم مو قلنا كونجستن مساء فيصير بيها وذمه. زين والبيريفرال بودي يعني شنو البيريفرال بودي؟ خل اذا ما تعرفه هذا جسمك
وهاي ايدين وهاي رجلين. هذا جزء هذا جزء هذا جزء هذا يسموه بيريفرال، هذا يسموه سنترال. اوكي هذا همزه سنترال. زين يقول لك هاي يصير الأدمة بسبب ان عندك هاي ليفت اند رايت اتريال بريشر، الضغط بالاذينات. هسه انت هذا عندك بالطينات هاي جوا وهاي الاذينات، البريشر هنا شنو يزداد، فمن يزداد راح يؤدي الى حصول ادمه، بحيث من يزداد الدم فراح يؤدي الى صعود الضغط يصير عالي عندك بالرئات، وبالتالي يصير عندك ادمه، ومن يروح لهذا الارت الابهر هم الى باقي الجسم هم يكون ضغطه عالي فيسبب لك ادمه. ذن ايضا ممكن يسبب لك صوديوم اند ووتر ريتينشن، فبالتالي يسبب لك امبيرد رينال بيرفيوجن، يعني ممكن يقلل الدم الواصل. هاي الادمه ممكن تقلل الدم، قلت لك الواصل الى الرئات، قلت لك غششك مسا، فالدم الواصل فكني بعد ما راح تظل تشتغل، فيسموه امبيرد رينال بيرفيوجن، يعني الدم الواصل كي قليل نسميه امبيرد رينال بيرفيوجن. اند سيكندري هايبر الدستوريزم، ممكن بعد شنو غير يعني هاي الحالتين شنو ممكن سبب، قلت لك الدم الواصل ممكن قليل، وكذلك هايبر، هايبر يعني زياده، الدوستيرونسم يعني زياده البرودكشن مال الدستيرون، واحنا قلنا الالدستيرون يعني يخلي الجسم يرجع، شلون نقول الكلي يقول لها سحبي الدم رجع لي رجع لي رجع لي، والتجو يصير عندك كل شوي ايش راح يصير عندك، راح يصير عندك ادمه. زين زين عندنا موضوع الكارديو كونتراكتيليتي اند هارت فيلر، هذا شنو الموضوع cardiac contractility and heart failure؟ ببساطة يقول لك if a myocardial infarction يعني صارت عندك لا سمح الله جلطة قلبية يعني بشخص، وهي تكون السبب الرئيسي. هي شنو الMI؟ يعني عندك خلية ماتت بسبب ان coronary artery ما جاي يوصل لها يوصل لها، فهي شنو تموت. تمام تمام. فمن تموت قلت لك 100 شخص مثلا هم متعودين، مثلا صار 70 شخص يدق بالقلب، فاكيد راح تقل تؤدي الى شنو الكارديك الاوتبوت والكونتراكتيليتي، دقات القلب راح تضعف، وبالتالي شنو راح نرجع نفس القصه، راح يصير اكتيفيشن السمباثيك نيرف سيستم والراس سيستم، وممكن يسبب لك هايبرتروفي، قلنا اذا هو عضله هيك تصير هالقد اوف نون انفراكتد سيجمنتس، يعني وقلنا هسه ناجي يحكي لك على الاي سي جي، بس هذا الاي سي جي مثلا حاط لك اياه يقول لك يصير مثلا زياده والى اخره، هاي تخص مواد الاي سي جي. كنتيجة نهائية انت من يصير عندك ام اي يقول لك تسوي لك شنو هارت فيلر، وشون سببت لك هارت فيلر؟ قلت لك تموت العضله القلبيه، تموت العضله القلبيه تقلل الكارديك كونتراكتيليتي، اذا قلت راح يشتغل السمباثيتك والار اي سيستم، وفهمنا صار لنا ساعه هاي حكينا شلون السمباثيتك يسوي لك وشلون الصوديوم والووتر ريتينشن، وبالتالي بالنهايه يؤدي لك الى حصول الهارت فيلر. زين شلون الهاي اوتبوت يسبب لك فيلر؟ يعني هنا يقول لك من يوصل دم هواي، هو الهاي اوتبوت يعني شنو؟ يعني الاوتبوت يعني الدم الخارج، بس شنو يكون نسبته عاليه او مو نسبته، كميته عاليه اللي تطلع من القلب مثلا. فاسمع ايش مكتوب او اقرا. كاردييك فيلر كان اولسو اكر ان بيشنتس، يعني شخص ما عنده اي حاله مرضيه متعلقه بالقلب، تمام ما عنده حاله مرضيه متعلقه، ممكن بسبب لارج ارتريو فينوس شانت، انت مثلا عندك هسه هذا مثلا فين وهذا ارتري، اكو مرات تصير حالات خلقيه والى اخره من اشياء يصير اكو ارتباط بيناتهم، فمن يصير بهن ارتباط فهنا الدم يكثر يجوز او يكثر، المهم راح يكثر يعني يصير عندك دم هواي فيروح للقلب، فراح يصير عندك دم واصل هواي فيصير عندك هاي كارديك اوتبوت، مثل حالات مثلا الثايمين ديفيشنسي او حاله البيري بيري، هاي مهمه يعني ذكر لك البيري بيري تسبب لك هارت فيلر لو لا والى اخره، السيفير انيميا، انيميا تكون كلش قويه، وثايروتوكسيس اللي هو اوفر اكتيف ثايرويد اللي غده الثايرويد ضغط هواي تفرز هرموناتها. زين الفالفولار ديزيز اند هارت فيلر، ها شوف اشياء جاي نذكرها وش هي تؤدي لك الى حصول الهارت فيلر. الفالفولار ديزيز، الفالفولار ديزيز يعني شنو عندك؟ هسه احنا مثل ما فهمنا انا عندي هل ارجع للرسمه الاولى كلش حتى نكرر عليها نفس الكلام. زين وين وصلنا؟ مثل ما فهمنا وحكينا وعرفنا الفالفات باول، هل نقراون هارت فيلر كان اولسو ريزلت فروم فالفولار ديزيز، قلنا يعني مشكله عندك بالفالفات، which may cause impaired filling of the ventricles due mitral or tricuspid stenosis. stenosis يعني شنو؟ يعني تقريبا نقول شيء ما ينسد هيك بصورة صحيحة، لا شوية تبقى بفتحة، تمام هو المفروض ينسد بس شوية ظل بفتحة،
فدوم ميترال أو تراكيوسبل ستينوسيس اللي هو نارنج of the heart valves أو obstruction of ventricle outflow. outflow يعني شنو؟ الطالع. هذا outflow, هذا inflow ventricular. المهم as seen in aorta or pulmonary stenosis and hypertrophic cardiomyopathy or from ventricle overload. شوف هاي كلها أسباب هي الفالفولار ديزيز شلون تسبب لك الهارت فيلر. أعتقد أكو فد لا باول هو الهارت فيلر شنو يعني؟ تعب العضلة القلب, تمام؟ فالقلب يتعب يعني, فمثلا كدم يظل يدق أسرع أو الدم الداخل عليه أكثر. فمثلا خلنا ناخذ فكرة واحدة عن الفالفات وهي الباقيات تشبه مثلا هسه هذا الميترال فالف بي هنا فالف معين, تمام؟ فهذا الفالف هسه أو مثلا هذا هنا الانفيريور فينا كافا أحسن قريب علينا جاي يجي دم بالطبيعي شنو؟ الدم يوصل هنا, فالدم من يوصل هنا يدفع ويدخل بالفينتريكل ويظل شنو؟ يترس الفينتريكلر. خلصت السالفة يرجع مرة ثانية يدفع ويطلع إلى الخارج إلى تروح مثلا إلى الرئات. إذا عندك ستينوسيز مثلا هذا شنو يصير عندك؟ هذا ما مسدود بصورة صحيحة, يبقى مفتوح. فأنت أوكي صحيح جاي تترس, بس هو من يرجع يدفع مرة ثانية هذا ما ينسد, ما ينسد بصورة صحيحة. فإذا ما نسد بصورة صحيحة الدفاع مرة ثانية شو راح يسوي؟ راح يرجع يدخل ويرجع أنت منه جاي يقدم, وهذا أصلاً القديم اللي هو دفاعها مرجع, فهذا راح يصير هنا كمية أكثر من الطبيعي, فهو ما يتحمل هيك شيء. تخيل أنت تنفخ نفاخ لحد ما تنفخ بيه, هي تتحمل لحد ما ينون تفضل تنفخ 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 تنفخ, شو راح يسوي؟ راح تتعب الطق. نفس الشيء على مستوى عضلة القلب إنه يصير بيها هارت فيلر, وهذا هو يشبه كل الأفكار. زين اجوك الجماعة الأمريكيين يقول لك راح نقسم الاستيجات مال هارت فيلر. احنا مساس بصورة بسيطة قلنا mild to severe, اول سلايد mild to severe, mild to moderate و severe. هنا نجو الـ ACC اللي هو مختصر اذا بتعرفوا تردوا تعرفوا American College of Cardiology, يقول لك قسمنا الهارت فيلر الى اربع استيجات. هارت فيلر stage 1 هذا ولا شنو؟ patients at high risk for developing heart failure. يعني عندك مريض انه معرض جاي يسوي أشياء أو عنده بي أشياء معرف بالمستقبل إنه يصير عنده هارت فيلر, بس حاليا ما عنده أي تغييرات وظيفية أو ستركتشرية على الهارت. يعني إنسان معرف بس هو حاليا ما صاير بي هارت فيلر. ستيج بي إنه أكو عنده ستركتشرال هارت ديسوردز, يعني بالشكل ما القلب أكو فد مثلا ستينوسيز إلى آخره, أكو مشكلة بالقلب بس ما جاي تظهر عليه أي سيبتومز. أكو مشكلة بس ما تظهر عليه. هنا أنا ماكو لا مشكلة, يعني ماكو أي مشكلة وما أبي شيء, بس شنو؟ معرض انه عنده ريسك. هذا بي لا عنده مشكله بس ما جاي تظهر عليه يعني في التعب او الى اي سيمبتوم. سي هنا معناها عنده previous or current symptoms, symptoms اللي سولفنا عليها هذه تكون موجوده سابقا بي او حاليا مال هارت فيلر طبعا. وشلون نسوي له مانج؟ نسوي له بالميديكال تريتمنت, يعني نعالجه طبيا ادويه والى اخره. هارت فيلر ستيج دي هذول كلش حاله متطوره ويحتاجون ان نوديهم مستشفى حتى يسوي لهم سبورت. ممكن نسوي لهم هارت ترانسبلانت, زراعه قلب, اور باليتيف كير. شنو باليتيف كير؟ هاي راح تاخذوها صراحه بالسايكولوجي اللي هو بالاس 4, بس يعني لا ضير ان شوي نسولف عليه. الباليتيف كير ان شخص عندك انت تكون فد شخص مثلا بي فد مرض خطر, وهذا كلش كلش ممكن انه راح يؤدي الى مالت الدث, فيحتاج عناية كلش خاصة وعالية إنه نفسيا وكذلك صحيا. فأنت تخليه في مكان يسموه الباليتيف كير, هذا هو مثلا هذا يعتنون به بكمية كلش عالية بحيث مرتاح يكون نفسيا وإلى آخره, عسى ولعل إنه يتحسن. فعندة أشخاص من جماعة الكانسر إلى آخره من ضمنهم الهارت فيلر ستيج دي اللي هي ستيج الرابعة بس اسمها دي حاليا, ونسوي لك مانجمنت. زين شنو الاشياء راح يحس يعيد نفس القصه؟ هو صراحه لا تقول لي شلون ليش كل ساعتين عاد, هي هو صاحبنا هو يعيد نفس القصه يعيدها اكثر من مره. زين وين بالله خل جيد اشياء هسه راح يسولفها, يعني يقول لك هاي راح تؤدي لك الى حصول الهارت فيلر. مثلا الريديوسد فينتريكل كونتراكتيليتي, يعني القلب ما جاي يضغط هواي فالدم يصير عليه هواي, كونتراكشن ما جاي يصير بعالي, فاذا ما يصير بكونتراكشن عالي يعني فما جاي يدفع دم اكثر, فاذا ما يدفع دم اكثر فراح يصير بحاله الفيلر بالنهايه ويتعب, فتصير عندك حاله الهارت فيلر. فهاي بالنسبه الى الحاله الاولى.
اللي هي الventricle contractility نفسها حكينا امس reduced طبعا ventricular outflow obstruction. هذا شنو معناه؟ this could be due hypertension or aortic stenosis. عند مثلا شخص hypertension ارتفاع ضغط او stenosis فهمنا يعني شنو ما ينسد بصوره صحيحه بس يا valve aortic. فبالتالي راح شنو يدك الريزلتك ان left heart failure يعني راح يصير عندك ليش لان الارتا وين موجود جهه الليفت فيصير عندك heart failure يا هو الليفت or pulmonary hypertension او ارتفاع الهايبرتنشن هذا سيستميك او هذا بالرئات. pulmonary valve stenosis resulting in right pulmonary valve وين موجود بجهه اليمين من القلب اللي هو هي الرايت اوكي فيسبب لك heart failure يا نوع رايت. ventricular out inflow obstruction هسه مس اوت فلو يعني يطلع هسه الانفلو اللي هو يخص منه الميترال او تراكسبت لان انت هسه بالنسبه للventricle هسه عندك هذا الventricle اللي يدخل له نسميه انفلو يدخل عن طريق منه اما الترايكوسبيد او الميترال. زين اذا يطلع اوت فلو يطلع عن طريق الاورتيك او البولمونري فانت اي مشكله بهذا او هذا يسموه فينتريكل اوت اوت فلو او ان فلو. فاذا صارت عندك مشكله ستينوسيس مثلا راح يسبب لك هارت فيلر. بعد شنو عند حاكي فينتريكولار فوليوم اوفرلود يعني الدم الجاي الموجود قلنا بالفينتريكل هواي بسبب الستينوسيس او ريجريتيشن. ريجريتيشن يعني ارتجاع يعني مثل ما قلت لك مساء يدفع بس ما ينسد بصوره صحيحه فيرجع مره ثانيه عليه فهذا انترس وتسوي عندك شنو هارت فيلر. بعد عندك انكريز ميتابوليك ديماند يعني جسم يعني يحتاج هواي هواي دم فهو يظل يشتغل اكثر فيتعب هم يصير عندك هارت فيلر. ارثميه قلنا عدم انتظام نقاط القلب ممكن يسبب لك هارت فيلر. ديستوليك ديسفانكشن شنو ديستوليك؟ هنا طبعا هاي الحاله بس راح موضح كلش زين بالنهاية. Dystolic dysfunction بها عدة أسباب: constrictive pericarditis, restrictive cardiomyopathy, left ventricular hypertrophy, fibrosis و cardiac tamponade. زين شنو توضيحها قبل لا هاي شوف كل كاتبة المصطلحات. أريد نعرف إن أنا عندي هذا مثلا القلب فأكو شيء يغطي شو يسمونه يسموه pericardium أوكي pericardium. فهذا إذا صار بي التهاب أي التهاب نضيف له مفردة itis فpericarditis. ليش هاي حكيت هسه أقول لك myocarditis مايو عضلة قلبية كاردي عضلة وكارد يعني قلبية itis التهاب فعضلة inflammation of the heart من أصل cardiomyopathy يعني كارديو يعني كارديو تشير إلى القلب مايو عضلة وباثي مرض عضلة قلبية شوف disease of the heart muscle that make makes it harder for the heart to pump blood to the rest of يعني عنده مرض بالقلب ما جاي يخليه يدفع دم. زين الاورتيك ستينوسيس شنو هو؟ narrowing of the aortic valve اللي عندك aortic valve opening يعني يريد يعني شو نقول الاورتيك اللي هو الفالف مال الابهر اللي هو يدفع من الليفت فينتريكل ويودي الى الابهر هذا بي فالف فيصير عندك ستينوسيس قلت لك يعني شنو اكو مشكله ما جاي ينسد بصوره صحيحه فايش راح يسوي restrictive blood flow from the heart into the aorta بين قوسين تخيل باب لا هو مفتوح ولا هو مسدود وحاول تطلع منه الطلاب فراح يصير بصعوبة ان الدم يطلع الى الخارج فاذا طار راح ممكن يسبب له كمين heart failure. نفس الشيء ينطبق على الستينوسيس مال الميترال والتراكوسبت يعني تخيل باب لا هو مفتوح لا هو مسدود وventricular arterial septal defect يعني انت شنو عندك انت يسمو هذا عندنا الventricle اكو فتحة هنا نصير فمن الصير هنا راح الدم فوق ما يدخل من الفالفز يدخل هم من هاي الفتحة فهذا راح يصير overload هنا فإذا كنا هنا خاصة مفردة dysfunction أو ventricular overload ventricular volume overload. زين شنو هاي المصطلحات كلش آخر شيء حكيناها بهذا dystolic dysfunction constrictive pericarditis وعرفنا pericarditis هي طبقة تحيط بالقلب itis يعني بالتهاب constrictive شنو يعني chronic inflammation هسه inflammation التهاب of the pericardium شنو يساك اللي مثل الحقيبة اللي تحوي القلب that can lead to pericardium becoming stiff. stiff يعني شنو تخيل النفاخة فجأة تتصلب تريد تنفخ بها قوة تتوسع وقوة ترجع زين أو قوة مثلا تتوسع becoming stiff and thickened. فنفس الشيء هاي الحالة المرضية من تصير عندك بعضلة القلب أو بالبيريكارديوم تتصلب فالقلب من يريد يتوسع لازمته يعني هي تحيط به ممكن لك تحيط به فهو يريد شوي يتوسع هاي مستف قوية فما تخليه يتوسع بسرعة صحيحة فهم التعب القلب أي شيء تعب القلب يؤدي كارديك في هارت فيلر. restrictive شنو زين restrictive cardiomyopathy cardiomyopathy تو مفتهمنا زي restrictive شوف هي حالة ديزيز يصير بالهارت مصل فبالحيطان مالته
ويصير شنو ريجيد. هالمره منو راح يصير ريجيد او استيفي نفس المفردات يعني يصير هناك قلنا بيركاردياس يصير قوي هنا لا بالعضله القلبيه فولس الستك يعني هم يعني يصير قوي يتحرك العضله تقل قوي يضغط دم فاذا قوي يضغط دم مش راح يتقل الكارديو فوت واذا قل الكارديو فوت راح تؤدي الى حصول الهارت فيلر. زين هذا مهم مفرده ولو اخذتوها بالتشريح اول محاضره بالكارديو كاردياك تامبونيت هي سيريس ميديكال كونديشن حاله يعني سيريس يعني ممكن حياه او موت ان ويتش بلود اور فلويدز فيل ذا سبيس بتوين ذا ساك انت عندك قلب وهاي ساك فهنا يصير عندك ماي بيناتن يسموه كاردياك تامبونيت فالقلب من يريد يتوسع وهذا ماي هنا نفس الشيء مثل بيركاردياتيس مو يصير هنا ستيف ما يخليه يتوسع هنا هم ماي تخيل ماي وتريد تتوسع ما تقدر تتوسع فياثر على الفانكشن مال هارت. زين الليفت هارت فيلر هسه راح نبدي اخيرا صانع ساعه اشياء هسه احنا عرفنا شنو الهارت فيلر وعرفنا شنو الاشياء اللي ممكن تؤدي لك الى الهارت فيلر هاي عده اشياء من فينتريكل ديسفنكشن والى اخره من الاسباب وفهمنا شلون السمباثيتك نيرف سيستم وكذلك غيرها من الامور اللي تؤدي لك الى حصول الهارت فيلر. زين هسه الهارت فيلر اي تعرفه شنو الاقسام الاساسيه وتالي راح نعرف نوعين إلى أقسام الأساسية أو منشئ مين إجى إما ليفت هارت فيلر أو يكون رايت هارت فيلر أكو حالة يسموها باي فينتركيلر يعني اثنيناتهم يعني يجي اثنيناتهم تصير بيك فالليفت هارت فيلر شنو is characterized by reduction in the left ventricle outward يعني عندك ال هو شنو الهارت فيلر الاوتبوت يكون قليل بس انت الاوتبوت هنا عندك مثلا المشكله الاساسيه صارت هي بالليفت هذا الليفت ما جاي يدفع دم فيصير لو يعني قليل بسبب انكريز ارتيال بريشر. خل اشبه لك الفكره نفس التونا مساء سولفناها نعيدها مره ثانيه انت هسه عندك هذا وهنا عندك فتحه وهنا عندك فتحه هسه خلينا نحكي على هذا بالليفت من عندك هنا مشكله هو جاي يدفع الدم تمام الفنتريكل جاي يدفع منو الدم فيدفع الى الاورتا ويروح للابهر انت هاي عندك حاله مثلا ستينوسيس فجاي تجي الرئه تطيق دم هنا وتدخل داخل الليفت العفو ليفت اتريوم تمام فهنا جاي يمترس دم عندك والدم ينزل الى الفينتريكل حتى يطلع بس انت اذا عندك ستينوسيس هذا دائما مفتوح زين فاذا هو دائما مفتوح تخيل انت جاي يندفع عندك الدم وإذا اندفع عندك الدم ممكن شوية يتسرب منه وبصورة ودائما همين ينزل هنا فأنت هنا ينزل دم وهذا مرات هم شوية يدفع دم منه فهذا شو راح يصير بالبرشر هنا يصير برشر عالي يندمه واي فبرشر عالي فإذا صار برشر عالي ممكن يصعد إدمن هو متصل مين بعد يافتها أكلها الرئات فراح يصير لك مشاكل فالمهم راح يصير إنكريز من الليفت أتريال أند بولمونري شوف بالبولمونري راح يأثر على الرئات يقول لك إذا صارت هاي الحالة سدن يعني بصورة مباشرة يعني بدون أي سابق انذار مثل الجلطة تأدي بسرعة أو هارت أتاك يعني هي هارت أتاك أو مايكارد إنفلكشن فراح يصير عندك رابد إنكريز إن الأتريال هذا راح بسرعة يصعد ضغطة فإذا صعد بسرعة ضغطة راح يؤدي إلى صعود الضغط بالرئات وإذا صار عندك صعد عالي بالضغط يؤدي لك إلى حصول وذمة إدمة أوكي تنتفخ يعني بين قوسين الرئات فإف هاي إذا صارت بصورة مباشرة زين إذا كانت gradual يعني شوي جاي يصير عندك هاي الحالة مثل mitral stenosis يعني mitral stenosis قلت لك ما ينسد عدل فهذا ما يأثر رأسة يأثر على مدى طويل ومو مثل الجلطة القلبية رأسة لا هذا شوي يأخذ وقت طويل فراح يصير عندك شو نقول reflex بالبولمونري من يشوف الحالة جاي يزداد هنا الضغط يعني تتحسس إن أكو خطر قادم فهي شو تسوي إذا رئات إذا الفين مالتها هيتشي راح يسوي تقلل vasal constriction بس هذا يعني صحيح يحمي البيشنت من يحصل إدمة بس بصورة مباشرة تالي راح تزداد الريسيستنس يعني راح يزداد عندك الضغط فراح يصير عندك بولمونري هايبرتنشن إذا صار عندك بولمونري هايبرتنشن يعني راح يزداد البريشر in the arteries of the lungs وبالتالي راح يسبب لك مشكلة ليش؟ يعني أنت هسه عندك هنا رئات هاي رئة وهاي رئة الضغط البريشر مالتك صعد بيها يعني صار عندك فازو كونستركشن زين انت هذا الوليد هنا هم يريد يدفع دم اللي هو رايت فينتريكل جاي يدفع دم بالرئه بس يريد يدفع هو كان متعود هاي المساحه مالته بس فجاه صارت فازو كونستركشن قلت فاذا يتعب انه شنو ما راح يتعب راح تتعب الرايت فينتريكل هاي جهه الرايت فانت هنا اول مره صارت عندك المشكله تعب وهالنوبه هذا تعب فالمهم يعني الليفت ادى الى الرايت يسموها دائما او تالي الرايت ادى الى الليفت فالمهم بصوره نهائيه انت راح يصير عندك هارت فيلر بس السبب الرئيسي منه كان الليفت فنسميه شنو ليفت هارت فيلر
زين الرايت هارت فيلر هم نفس الفكره، هم راح يصير بالرايت فينتركل اوتبوت تقل، بس راح يسوي انكريز ان رايت ارتريال ان سيستميك فينوس بريشر. يعني هالمره ايش راح يصير؟ هو نفس الشيء، يعني راح يزداد الضغط مال الاتريا والسيستميك يزداد، فبالتالي فينوس قصده منه يعني سيستميك فينوس يعني سوبريرو فينا كافا، يعني هاي نرجع نفس ما انت هنا عندك هاي مثلا الفتحه، وهنا هذا الدم جاي دفعه انا هنا منه الى الرئات. زين عندك انت هنا منه انفيرير فينا كافا سوبريرو فينا كافا. زين هنا عندك صارت مشكله مهم ريجريتيشن يعني ارتجاع، فهنا صار ضغط عالي، فالضغط العالي ايش راح ياثر على اليمن؟ راح ياثر على الارتريا، هذا راح يزداد ضغطه، وكذلك راح يرجع هنا اكو فتحه، هذا مال سيستميك فينوس يسموها او سوبرير فينا كذا وانفيرير فينا كذا. ف ايش راح تؤدي لك؟ راح يسبب لك كذلك كرونيك لانج ديزيز بالمنري امبوليزم. شنو امبوليزم؟ يعني اكو خثره موجوده وين؟ بالاحدى شرايين الارتريز مال البولمونري، اوكي؟ او ممكن يسبب لك بولمونري فالفولار ستينوسيس. يعني اذا كلهن شنو حالات ممكن تسبب لك الرايت هارت فيلر. ذا تيرم كور بولموناري، زين اذا سمعت هاي تجي تعريف مهمه وجاي حتى ام سي كيو توا شايفه، يعني مو هاي مهمه انا ام سي كيو تجي تعريف الى اخره، يسالك شنو مفردات الكور بولموناري؟ هي عباره عن تعبير تو ديسكرايب رايت هارت فيلر سكندري تو كرونيك لانج ديزيز. احنا هسه مو قلنا هذا اسبابه بولموناري امبوليزم كرونيك لانج ديزيز الى اخره. اذا صار عندك انت مثلا في حاله مرضيه كرونيك باللانج وهاي ادت لك الى حصول منه الرايت هارت فيلر نسميها كور بولموناري. يعني من تسمع الطبيب يقول كور بولموناري تعرف انه يعني هذا كان بي كرونيك هارت فيلر، عفوا لانك، يعني مشكله بالجهاز الريسبيراتوري ادت الى حصول مشكله بالجهاز الكارديو وسببت لك الرايت هارت فيلر. باي فينتيكولار قلت لك اثنيناتهم بوث سايز اوف هير ار افكتد بسبب عده امراض مثل دايليتد كارديو مايوباثي، وعرفنا شنو معنى كارديو مايوباثي، بس دايليتد يعني شنو تتوسع يعني يصير حجمها اكبر. اسكيميك هارت ديزيز، اسكيميك يعني الدم القليل الواصل مثل ريدكشن بلود فلو تو ذا هارت، فهذا راح ياثر لك يعني انت مثلا الدم الواصل للرئه يعني عندك كورونري ارتريز جاي وصل الدم الى الفينتركلز، اذا الدم الواصل هنا قليل يعني ما يشتغل بعد شنو الفينتركل ما راح يشتغل بصوره صحيحه، يعني الدم يعني كانه واحد ما جاي ياكل ويريده يشتغل ينقل لك طابق راح يتعب، فاذا تعب وانت هذا جاي ياثر على جهتين، فشوف شوف ما دام جاي ياثر على جهتين فايش راح يصير؟ باي فينتركولار. فاذا صار عندك باي فينتركولار راح يصير يصير لك هو باي فينتركولار هارت ديزيز. يقول لك بين قوسين it may occur because disease of the left heart leads to chronic elevation of the left arterial pressure, pulmonary hypertension and right heart failure. هاي الجملة نفسها مثل ما قلت لك يا مال من ساعة، ان صارت المشكلة باللفت زيد الضغط صعدت المشكلة للبولمونري، بولمونري سوى فازو كونستركشن شو تسوي؟ هايبرتنشن. هايبرتنشن ايش راح يسوي؟ هذا الرايت يدفع له هواء ما يقدر، العفو يدفع له ماي ما يقدر، فصار عنده تعب، من يتعب يصير تعب بالرايت، فاللفت يؤدي الى الرايت، فصارت عندك باي فينتيكولار. كلينيكال اسسمنتس، زين شنو بما يخص الكلينيكال اسسمنتس؟ يقول لك الهارت فيلر مي ديفلوب سدنلي، الهارت فيلر ممكن يصير سدنلي تو حكيناها بسبب الجلطه القلبيه او جراجولي مثل مشاكل بالفالفات. يقول وين ذير از جراجوال، اذا صار عندك هاي امبيرمنت يعني الفشل جاي يصير شويه شويه، ف راح يصير عندك عده كومبنسيتوري تشينز. كومبنسيتوري تشينز شنو يعني فكرتها؟ فكرتها ان الجسم جاي يشوف اكو مشكله راح تصير وراح تؤدي الى شيء ثاني، فهو يبدي يحاول يسوي له فالتغييرات بحيث يحمي نفسه من اي تغيير ممكن يسبب المستقبل، فهذا يسمى كومبنسيتوري. هاي بتشبيه يعني شوف هنا ذا تيرم كومبنسيتد هارت فيلر اذا سمعتها معناها هي تو سكرايب امبيرد كارديك فانكشن، يعني القلب شنو عنده مشكله، بس شنو به هذا القلب؟ ادابتيف تشينج يعني مغير، اذا غير شيء يعني شو نقول تعود على هذا الشيء عن طريق اشياء سواها حتى يمنع انه يصير يعني شو نقول وورس، يعني الهارت فيلر يصير بعد أسوأ بس هو تلاحق الروح. هذا طبعا شنو اذا كان جراجوال، وقلنا اذا اكيوت ما يتلاحق نفسه، بس يقول لك على كل حال يقول لك حتى اذا كانت ماينر ايفنت يعني هاي مال جراجوال يعني، واذا شيفت شيء قليل مثل انتر كرنت انفكشن يعني يعني صابتك بكتيريا الى اخره وانت عندك مد مره ثانيه او عندك اتريال فيبريليشن فبريله يعني دقات القلب مو صحيحه، فيعني المهم اذا شيء بسيط ممكن هم ايضا يعني هو جراجوال بس هم يؤدي لك الى حصول الهارت فيلر. جيد
زين راح نوصل 30 سلايد ونسويها الجزء الاول والجزء الثاني وراها الثاني. نيويورك هارت اسوسيشن، هسه عرفنا تقسيم الامريكان شلون كانت الهارت فيلر. بالنسبه لنيويورك يقسموها لابغى الطريقه كلاس 1 كلاس 2 كلاس 3 كلاس 4 مثل اي بي سي دي، بس هذا 1 2 3. كلاس 1 ماكو اي اشكال، عنده ما عنده اي اشكال خلال تمارين او الانشطه الجسديه. كلاس 2 symptoms كل مايلد، تعب وبالبيتيشن، خفقان، chest pain، اختناق، شوية دوار وإلى آخره. هاي أثناء يكون أثناء الفيزيكال اكتيفيتي، مثلا أثناء ما هو جاي يمشي أو يشتغل أو ورا ما يشتغل. هاي كلاس 2. كلاس 3 تكون moderate، هذا بعد ما مسوي شيء هو فد أي مش مثلا رايح يشرب ماي ممكن تظهر عليه الأعراض، وكذلك أكو significant يعني أشياء limitation جاي يصير عنده، يعني يريد يسوي شيء ما يقدر عليه ويرتاحين فقط بالرست. أما الكلاس 4 هذا يسموه سيفير، وهذا حتى بالرست يتعب كلش، فهذا المفروض يدخل مستشفى. هنا أنا هاي أشياء إيه هسا هاي راح يعني يحاول هو كل ساعة يلخص القصة يعني. هو حاليا جاي يحاول يلخص القصة بالضبط، مثل ما قلت لك يحاول يلخص القصة أو الأشياء اللي تؤدي إلى حصول او تطور الهارت فيلر، مثل الاسكيميا، الانفراكشن الجلطة القلبية، الانتركالنس يعني انت عندك مرض ويصير ويا مرض، اريثمية، مثلا الثيرابي اذا هو جان ياخذ دواء وقطع رأسهن، اذا ياخذ نيجاتيف انتروبيك اللي هن ذن فد ادوية شنو يسوون يقلل دقات القلب، يعني هو قلب فد بس يقلل مثل بيتا بلوكرز يعني هاي ياخذوا، فممكن شوية تؤدي الى هارت فيلر، مو شوية يعني تؤدي ممكن الى الهارت فيلر. فلويد ريتينينج بروبرتيز يعني مثلا ادويه نون ستيرويدال انتي فليميتري دراجز يسموها ان، هاي تاخذها بالموت ان اس اي اي دي اس، هاي ادويه كذلك كلوكوكورتيكويز، هذا ان كلهن ممكن يؤدي لك الى حصول الهارت فيلر. البولمونري امبوليزم فهمنا شنو معناها، ممكن تؤدي لك هارت فيلر. ممكن اذا زادت الميتابوليك ديماند يعني مثلا شخص الجسم يحتاج اكثر من الطبيعي، مثل البريجننسي اللي هي عباره عن شخصين، فهاي ممكن تعب القلب. ثايروتوكسيس يعني قلنا الثايرويد تنتج هواي، اوفر اكتيف ثايرويد هو هي نفسه يعني المفروض انيميا سيفير انيميا، انترافينوس فلويد اوفرلود يعني ضليت تعطي انت مغذيات هواي 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 فيصير عندك دم هواي، فالقلب بيتعامل ويا دم هواي فيتعب. زين هنا هذا نقطع المحاضره الجزء الاول، نكمل ان شاء الله بالجزء الثاني.